سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح اذا تم لك ايها الرسول النصر على كفار قريش وتم لك فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ورايت الكثير من الناس يدخلون في الاسلام جماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اذا وقع ذلك فتهيا للقاء ربك بالاكثار من التسبيح بحمده والاكثار من استغفاره انه كان كثير التوبه على المسبحين والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم